بحضراتكم من جديد فقرتنا الأسبوعية السابتة مع الأستاذة الدكتورة هبة قض. دايما بنسعد جدا بكل الرسائل اللي بتجيلنا، والحقيقة ما كنتش متوقع هذا الزخم الكبير والتفاعل اللي حاصل من خلال أسئلة حضراتكم المستمرة على مدار الأسبوع على صفحة البرنامج. والحقيقة الفضل فيها لردود الدكتورة هبة قض، واللي دايما بتقدم الحلول لكل المشاكل الزوجية بشكل علمي وعملي. حلقتنا النهاردة هنرد أيضا على تساؤلات حضراتكم، وفيها موضوعات كثيرة مهمة، ويمكن بنحاول دايما نوصل لحلول، وزي ما وعدت قبل كده دكتورة هبة إن في حالات إن شاء الله هي تتبناها وتعالجها بدون أي مقابل، مشاركة منها لعلاج مشاهدي البرنامج. دكتورة هبة مساء الخير. مساء الفل. أهلا بك. واحد من الناس وسعيد بهذه الفقرة، لأن احنا بنأدي دور اجتماعي مهم. الحمد لله. الحمد لله. خليني أبدأ معاك عشان عندي أسئلة كتير قوي الحلقة دي. أنا متجوز من سنة ونص، وبيقول وفجأة بقى عندي شعور بعدم الرغبة في زوجتي. بيعترف يقول الحقيقة أنا أخطأت وارتكبت علاقة مع سيدة أخرى، واكتشفت ولقيت ان الشعور ده ناحيه زوجتي بس. ايه الاسباب وازاي اغير الشعور ده؟ هو اللي الناس كتير ما تعرفوش انه لازم الواحد في اول الجواز يعرف انه دول كيانين مختلفين، وكل واحد اتربى في حته، ربما في بلد تانية، ربما في بيئه تانية، ربما في قاره تانية، واجتمعوا دلوقتي تحت سقف واحد وفي فراش واحد. فمش من المتوقع ان كل حاجه هتبقى ورديه من اول لحظه يعني، ومش من المتوقع ان هيحصل في كل الاحوال هيحصل استمتاع من الاول. وارد جدا انه يبقى في وقت لغايه لما زي ما بيقولوا كده يتطبعوا على بعض، لغايه لما يبقى كل واحد فيهم قادر يطلع رغباته، لان هو نفسه ممكن يكون ما يعرفهاش. هو للاسف الزوج اتسرع قوي، اتسرع جدا جدا، لانه وانا متاكده انه المراه الاخرى اللي عمل معاها العلاقه غالبا هتكون متمرسه قبل كده، تكون متزوجه بالفعل، يعني هيبقى عندها فكره اكبر واشمل من زوجته الفعليه، وبالتالي هي جايه له مذاكره يعني، زي جاهزه يعني، وزوجته جايه له لسه صفحه بيضاء بيبتدوا بقى يبنوها مع بعض. فهو ما يتسرعش يقول انا مش مستمتع معاها، او هي مش بتديني اللي انا عايزه، او لا، هو يكافح هو وزوجته ان هم يفهموا بعض، وان هم يمتعوا بعض، وان هم يتعرفوا على حاجات جديده مع بعض، ولو ما قدروش يلجأوا للمتخصصين علشان يساعدوهم في ده. بس لو كل واحد مشي في السكه العدله ما عجبتوش، مشي في سكه تانية، يبقى مش هتصيبه الثمره اللي في اخر الطريق يعني، او مش في اخر الطريق، او بعد شويه من الطريق. فطبعا في اول الجواز لازم صبر وكده. هو دلوقتي طبعا انا بحذره من التعلق بالمراه الاخرى دي، لانه دايما الحرام يعني طعمه حلو، ودي شغله الشيطان مع الانسان يعني. فهو اولا يعني يتوقف تماما عن العلاقه الاخرى، ما يجيبش سيرتها، وما يحاولش حتى يفتكرها مع نفسه، ويرجع بقى حتى كنوع من التعويض لزوجته عن الخيانه اللي الحمد لله ربنا سترها معاه لحد دلوقتي فيها، يبتدي ان هو يصب كل اهتمامه على زوجته، ان هو يحاول يستمتع معاها. طب انت بتنصحي الزوجه بايه؟ يعني ايه اللي الراجل ده وجده مع السيده اللي في علاقه غير شرعيه؟ الخبره. وهي بنت صغيره لسه ما عندهاش خبره، فهي من حقها ان زوجها يصبر عليها، ومن حقها ان هي انه هي وهو يمشوا الطريق بشكل تدريجي. طب بتشوفي ازاي تنمي ثقافه الخبره عند يعني شابه في يعني لم يسبق لها الزواج؟ مش مطلوب منها، ما هي وبرده في شباب ما عندهمش برده خبره طبعاً. الحقيقه يعني عند الجنسين، ومش مفترض ان حد فيهم يبقى عنده خبره، لا هي ولا هو، ده مش مفترض. فحكايه ان هي لا اعملي كذا عشان ما يبصش بره، ده على فكره ده حمل تقيل قوي عليها يعني، دي ثقافه مجتمعيه بحته، ان هو عشان ما يبصش بره، عشان ما يبصش بره. طب ما هو انا كمان لازم يحتفظ بيا، ولازم يحافظ عليا، ولازم يعني يتعب ويجي على نفسه عشان، زي ما انا برضو بعمل كده عشانه. فهو الفكره كلها ان هو بس ما صبرش كفايه، هو الطريق ممهد اكتر للرجل في الخيانه، وهو استغل ده واستعجل جدا وراح للحل
الوحش السهل.